للحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم معنا مراسلون من البصرة والنجف. من البصرة طاهر أو من البصرة حسن مظلوم، ومن النجف طاهر العساف. والبداية معك حسن، حدثنا أكثر عن الإطاحة بأخطر تاجر مخدرات وضبط 194,000 حبة كبتاغون، تفضل. مساء الخير عليك رنا وعلى مشاهدينا الأكارم. حقيقة البيان صدر من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. قيادة شرطة البصرة يعني محليا لم تعلن عن ذلك، على الرغم من محاولات عديدة للوصول إلى الخبر ويعني معرفة تفاصيل أكثر حول هذا الحادث، لكننا لم نوفق. أود أن أشير رنا إلى أن هذا الحادث حصل في قضاء الفاو، وهي المنطقة المحاذية لجمهورية إيران الإسلامية وأيضا دولة الكويت، وتعتبر ربما تتحول أو تحولت هذه المنطقة إلى معبر لهذه الحبوب الكبتاغون، خصوصا يعني بحسب الحالات التي رصدناها في محافظة البصرة أن الأغلب والأعم في المحافظة هو استخدام الكريستال، مادة الكريستال المخدرة. غالبا ما تكون هنالك يعني العصابات ومن التجار ومن المتعاطين في محافظة البصرة، والتي يعلن عنها عن طريق قيادة شرطة البصرة، غالبا ما تكون هي مادة الكريستال أو مادة الحشيشة. أما يعني هذا يعطينا انطباع أنه أغلب الاستخدام هو مادة الكريستال والحشيشة، لا ننفي وجود الكبتاغون لكن استخدامه قليل في محافظة البصرة. وأود أن أشير إلى أن عمليات التهريب التي رصدت في هذه المنطقة في فترات سابقة، ربما طرق غريبة وحديثة بعض الشيء، كاستخدام الزوارق لعب الأطفال التي تحكم بها عبر الريموت كنترول لتعبير هذه المواد عبر المياه الإقليمية، وأيضا شهدنا استخدام الحمام طيور الزاجل تحميل عدد من حبات الكبتاغون على هذه الطيور ونقلها خارج الحدود من هنا.